بغياب الأهل شو منفقد؟ بغياب الأم، بغياب البي، شو بيفقد الإنسان؟ بيفقد الحضن، يعني يعني مثلا انا بفقد لصدر امي اللي بيبكي علي، يعني بفقد لبي اللي هو بده يساعدني بشيء انا مثلا مش قادره اوصل له، بيكون حدي بستشيره. في مرجعيه، في يعني في تاريخ، يعني في تاريخ. يعني انا حسيت انه وتتوفى بي، خاصه يعني امي توفت قبل بي بكذا سنة، حسيت خلص إنه هذا آخر عمود بالبيت، كسر ظهري. شبعت منهم؟ كنت بتمنى يعني ما يصيبوا الألزهايمر. يعني آخر 10 سنين نحن عشنا معه ما كان يعرفنا. كنت بحب إنه دل بوعيه. أمي ما شبعت منه، أمي توفت صغيرة وبفقد لها يعني يعني بفقد انه بحب انه لو كانت بعرسي، بحب انه لو هي بعدها عايشه تجي لعندي على بيتي، تقعد عندي ببيتي، غنجها ودلعها واهتم فيها وهيك. بتشوفيها بمنامك؟ ايه، بس مش بس بشوفها بمنامي، بحس بحضورها. انا بؤمن انه الاموات بيصير في عندهم حضور مخفي بس هو حاضر، يعني عرفتي؟ هن موجودين. يعني لما انت بتفكري فيهم وبتمرقي بازمه معينه، يعني وانا صارت معي اني كنت قاطعه بازمه كثير صعبه، واجت هي كيف قلت لك بفقد للحضن اللي ببكي عليه. انا اجت هي غمرتني، حسيت انا ونامي على تختي ان هي غمرتني ونيمتني على صدرها ودفتني عنجد، وانا خلص دموعي وقفت، ما عادش عم ببكي، وعطتني العزاء وعطتني القوة وكفيت قمت النهار كثير قوية أنا وعارفة شو بدي. شو هيك بتحسيهم حدك؟ إيه 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 أكيد. الله يرحمه. أي شيء. يعني دايماً حديث الأهل حديث هيك فيهم بتحس من القلب. صح.